يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مكاسب خارجية يخفي فيها أزمته الداخلية، لكن في الواقع تركيا في أزمة اقتصادية غير مسبوقة. سجلت الميزانية التركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عجزاً بأكثر من 21 مليار دولار وفق وزارة الخزانة والمالية. وفي ظل تداعيات فيروس كورونا ارتفعت النفقات العامة 21% على أساس سنوي، ويواصل معدل البطالة في تركيا ارتفاعه مقترباً من 13%. وكشف تقرير للمعارضة عن أن نحو 17 مليون تركي يعيشون على المساعدات والإعانات، وانخفضت قيمة العملة التركية نحو 20% منذ بداية هذا العام، وأدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة التضخم عبر الواردات، كما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسيات الأخرى والنقل والمطاعم والفنادق. وطالت الأزمة الاقتصادية عشرات الآلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة في تركيا. تضغط الحكومة التركية على البنوك لتوفير مزيد من القروض للمواطنين بهدف دعم الإنفاق الاستهلاكي، لكن من شأن ذلك أن يغذي التضخم وفق اقتصاديين.